واليوم لدينا الشيف جوستاف والشيف نور. صباح النور. صباح النور شيف. صباح الخير. ماشي الحال؟ الحمد لله تمام. ماذا لدينا؟ الحمد لله لدينا اليوم سفرتان. نحن رح ناخذكم اول شيء على شواطئ المكسيك. رح نقدم لكم تاكوز بالسمك. حلو. والشيف نور كمان رح يقدم شيء من الاستواء. انا رح اقدم باشن فروت مع كوكونات جوز الهند. جاتوه كتير طيب وشكله كتير مميز. يعني طعمات الاجازه اكيد. طعمات الاجازه اللي امين حنفطر عليه ونقول رايح هو مسافر على فرنسا. مسافر وحدك. شكرا لكم شيف. نمشيوا الى مطبخنا مشاهدينا مع شيف نور وشيف جوستاف والعشاء. وصباح صباح النور. واهلا وسهلا فيكم في مطبخ ولا اشهى. كان شوي مش حافظ الدرس اليوم. حسيتك عم تجي لعندي كتير. ايه وين المشكله؟ ما تتعدى على حدودي. مش الحال. بلشنا حلقة بروحية جيدة جدا. صباح الخير. واليوم مثل ما وعدتكم رح ناخذكم على سفرة. رايحين على شواطئ المكسيك. يعني بدنا ناكل أكل مكسيكي ولكن مع طعمة البحر وأكيد السمك. هلا أنا أخذكم على هواين. يعني أجواءنا كتير إيجازي. البحر هدوء رواء ما في مشاكل. ولو أنه نحن هلا بموسم الشتاء ولكن ما في مانع أنه نحلم شوي بالإجازي. هلا لنبعد شوي. عندي شغل كتير. طيب لكن بدك تنطر شوي. منفوت بالجد. يلا. الجد بيبلش هون. رح نحضر اليوم تاكوز بالسمك. فأكيد بدنا نحضر السمك. المعايير رح تكون موجودة على الشاشة لما رح تشوفوها. والطريقة رح تكون سهلة جدا لحتى تنفذوها بالبيت بنهاية الأسبوع بدون تعب كتير. بدنا نبتدي بالمكونات الأساسية. بدي حط الكمون، كمية الكمون، وبدي اخلطها مع بعض الفلفل الأحمر والقليل من الملح. هيدولي بدي اخلطهم مع بعض. نخلطهم منيح. شكرا شيف. يا الله شو غلطان. عجل عندي شغل كتير اليوم. يلا ان شاء الله ان شاء الله. بعرف انك اليوم عندك كتير تحضيرات. حضرنا الخلطة. هلأ بدنا نحط السمك ونعطره بهالبهارات والقليل من الملح. فهاي عنا لكن المكونات موجودة على الشاشة. السمك فيليه، سمك أبيض، تختاروا النوع اللي بتحبوه والمتوفر لديكم. وأفضل يكون سمك أبيض. رح رش عليه البهارات. أسرع هيك منيح. يار. بعد بدنا أكيد نشبعه بالبهارات والطعمات تبعولنا من الصوبين. ومنكون حضرنا المقلاة اللي شايفينها على النار. اللي بده يصير انه بدنا نحضرهم، رائع، بدنا نحطهم على نار متوسطة الى مرتفعة. السبب انه بدنا بس على كل جنب نحط حوالي 3 دقائق لينتهي السمك. ومجرد انتهى السمك ساعتها بنتركه ليبرد وبدنا من بعدها نفتته للسمك. فأنا رح ابتدي بهاي الخطوة. رح اجمع جميع الطعمات، ما رح خلي شيء بالصحن. شكرا شيف. لحتى لا نكسب شكراً النكهات. شكرا. وتفضل شيف. اوكي. اليوم رح نتسلى كثير ونعرفكم على وصفات نقدر نزين بالبيت بس بطريقة كثير بروفيشنال. مشان نقدر نفرجيكم كيف نقدر نزين الكيك بطريقة برو، فاليوم ما حنفرجيكم كيف حنخلط. بس هفرجيكم الوصفة اللي هي هيدي السبونج كيك. أنا مددها على صينية. يعني الكيك الأسفنجي. صحيح. هيدي هي الوصفة تبعيتها اللي هي طحين وبيض وزبدة وسكر وحليب. بدك شوية سمك معه؟ شكرا شيف. عفوا شيف. هلأ رح استعمل قالب شكله كتير غريب. بيجي سيليكون من جوا. شكله مثل الدوناتس. رح نقشر السفنج اللي هو الكيك بهالطريقة. أنا لاستعملت هذا الكيك، عادة كل الكيك اللي بنسويها بنصبه بقلب وعاء. أنا اليوم اشتغلت بطريقة بالصينية، بهيدي الصينية تقريبا. يعني عادة بس يصير في عند الخليط ندهن الخليط بالسباتولا
وبيكون عندي طبقة رقيقة من الإسفنج، يعني حوالي سنتيمتر واحد أو أقل. صحيح. هلأ صار عندي الكيك جاهز، لح استعمل هيدي الحديدة وبلش أعمل هيك بهالطريقة. هيدي أول مرحلة. برجع تاني مرحلة بستعمل هيدا الرينج الصغير لأفختها من نصها، يعني نعمل ثقب، ثقب من الداخل بوسطها. صحيح. كرمال القالب اللي أنا عم بستعمله هو عنده ثقب. أوكي. هلأ هيدا القالب لح استعمل منه ثلاث سفنجات. هاي أول وحدة. برجع بحضر تاني وحدة وهاي تالت وحدة. هيدا الجاتو هو عبارة عن زبدة وطحين وسكر وبيض وطعمته فانيلا. منضيف لقله الفانيلا. هلأ هيدي أول مرحلة صارت جاهزة. هاي ثلاث حلقات من الكيك صاروا جاهزين. هلأ المرحلة التالية. بدي استعمل الكوكونات الطازج وبستعمل الحليب اللي بقلب داخله اللي هو هيدا، والبرش الكوكونات بدي استعمله، وفي عندي البرش الثاني اللي بيجي ناعم. يعني في عنا كمية جوز هند محترمة. صحيح. هاي الكوكونات خشن وشو اسمه ناعم. ناعم. هلا اول مرحلة رح استعمل الكريم فريش مع السكر. خلط يعني كمية الكريم الحيواني الطبيعي. صحيح. مع السكر وخفقتها لصارت جامدي. صحيح. مثل ماسيكي منحطها بقلب القالب بهالطريقة. حاول وزعها بكل القالب. كتير سهل اللي أنا عم بعمله، بس النتيجة رح تتفاجئوا كيف حيطلع شكله للقالب. هاي ببلش بالسباتولا ادهن بكل الزوايا. رائحة الكمون اليوم. صحيح. رائع. هاي الكريمة داير من دار الكيك بهالطريقة. بدي عبي كل الفراغات. اوكي. الزوايا والوسط كمان عم بتحاول تعبيهم. صحيح. والقاع كمان نفس الشيء. صحيح. ليكون في عنا طبقة من الكريمة. منشوف كيف ناخذها على الكاميرا. برجع بحط اول اسفنجة بكعب القالب وبلش بكبسها لتحت بهالطريقة. برجع حليب الكوكونات، حليب جوز الهند. صحيح. بدهنه على السفنجة لأنه السفنجة بتشرب. فعم نطعم الاسفنج الكيك الاسفنجي بطعم جوز الهند. صحيح. ثالث مرحلة اللي هو الباشن فروت. الباشن فروت هيدي هي الفواكه الطبيعية، شكلها هيك من برا وهي شكلها من جوا. هيدا البذر بغليه على النار مع القطر بصير في عندي المربى. يعني انت عم بزوج اليوم طعمات عادة الناس ما كتير بتجي ببالهم انه يخلطوها مع بعض. عادة كل العالم نعمل بيستاش مع فانيلا. هالمرة حنعمل نوعين فواكه بقلب القالب اللي هو الكوكونات مع الباشن فروت. انا حابب احكي شوي عن خلط ومزج الطعمات، ولكن رح ناخذها هيدي بالجزء الثاني. صحيح. لانه وقتنا شوي صار رح ينتهي. هلا رح ارجع كفي نفس الطريقه لسكر القالب حطه بالثلاجه. بعد ما يتلج مزبوط حنحكي عن المرحله الثانيه شو بدنا نعمل. اوكي تمام. انا هلا برجع الكفي، برجع بدهن الكوكونات بالسفنج على ثلاث مراحل. انا بهيدي الفقره بنتهي. شيف بعد في شيء بدك تقوله قبل ما نروح؟ بس هلا عم بحاول فرجي شوي السمك كيف عندي هون انقلى. يعني بالمقلاة حطيت القليل من الزبدة وحطينا الأسماك اللي عطرناها بالمطيبات وقلبناها ثلاث دقائق من جهة، ثلاث دقائق على ثاني جهة. هلا رح أطفي تحت النار ونتركها تبرد ومنفتتها وبنرجع منواصل فيما بعد.
شكرا. شكرا شيف. صباح النور. وعدنا وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ ولا أشهى. تمام. لكن رح نبتدي مع الشيف نور لأنه مصر أنه يبتدي. كانوا عم يسألوني برات الهواء ليش عملت الجاتور إيه؟ آه أوكي. شو بتقول لهم؟ مو عم نحاول نعلمكم طريقة أخرى لتحضير الكيك. عادة بالبيت منحضر الخلطة ومنحطها بصينية ومندخلها على الفرن وهيت يرفخ وهيت ما يهبط وهيت يصير مشاكل معنا. لأنه دايما ستات البيوت أو حدا بده يعمل جاتو بالبيت من الهوات أول سؤال بيسألني لما بيعرف إنه أنا شيف باتيسيري بيقول لي عم بسوي جاتو بالبيت بينفخ بس افتح باب الفرن وبيهبط. فنحن عم نحاول نعلمكم على وصفة. هذه الوصفة لأنها سهلة وارتفاعها بسيط فيه لها كثير من نواحي المفيدة. أنه أول شيء طهيها رح يكون أسرع. يعني قديش كم دقيقة؟ يعني 6 دقائق بالفرن. 6 دقائق عادة الكيك العادي اللي بنحطه بالفرن هو حوالي نص ساعة. صحيح. فاختصرنا وقت كبير رفخت بشكل نحيف وهيك صار عندنا طبقات نحيفة داخل الكيك مع الطبقات فبالتالي اختصرنا جميع الخطوات. صحيح. والوقت. وعادة فينا نحطها بالتلاجة كرمال لما بيجينا ضيوف نقدر نطلعها بنخفق الكريمة مع السكر ومنطعمها ونحط المربى اللي نحن محضرينه ونبلش نحضر أشياء كتير بروفيشنال. رائع. طيب أنا بعد ما سويت الكيك حطيته بالتلاجة لكيف دغري أبع معي لأنه مسك أكيد المواد كلها صارت جامدي. صحيح. مثل ما بنشوف هاي صار الجاتو جاهز. شايف مع أحلى شكله. هلأ رح نحطه على طبقة من الجريل. رح أشرح شغلي بس بالنسبة ال الكفر تبعه التغطية تبعيته كيف عملتها. هي عبارة عن قطر أو جلوكوز. هيدا الجلوكوز. أوكي. دوبته على النار ورجعت سوحت الشوكولا الأبيض لحال وخلطت المزيج مع بعضه وضفت يعني له صار جلوكوز وشوكولاتة أبيض. صح. وأضفت له الكريمة. كريمة. أوكي. هلأ إذا نحن عادة بالشتاء ما بده جيلاتين، إذا نحن بالصيف فينا ندخل له ورقتين جيلاتين، بصير في عندي هذا المزيج اللي هو الخام بسميه أنا، بدون لون. آه، أوكي، يعني صار عنا مثل هلام متماسك. صحيح. بتتركه هيدا وفيك ترجع تسخنه مرة تانية بصير سائل وبتضف له. صح، اللون اللي أنا بدي إياه، هذا اللون اللي أنا عم بحاول أقرب للباشن فروت، حطيت الأورنج. نعم. وحطيت الأصفر البرتقالي والأصفر. عادة إذا بدي استعمل الأحمر بحط لون أحمر، إذا بستعمل لون أزرق فبضل في عندي هذا الخام بحطه بالتلاجة الأساس. صحيح. نعم. بحطه بالتلاجة بداين 3 شهور وكل ما بدي بطلع وبطعم اللون. أوكي. وكل ما بدي بسخنه بالميكروويف بصير عندي هيدي اللزجة. صار لزج ولكن متماسك. صحيح. هلأ رح نبلش نسكب القالب من فوق بهالطريقة. وأكيد أمين عم يتطلع. الكل عم بيطلع بس أمين. أنا اللي عم بفهمه أنه طالما الكيك بارد فهي الطبقة لح تمسك عليه ولح تجف وتتماسك. صحيح. تغطى من جميع الجهات. نتأكد أنه تغطى. أكيد. أنت شايف لاحظت أنه حطيت كلينج فيلم تحته لحتى لا ترجع تجمع. صحيح. لأنه الزيادة منه برجع بشيلهم وفضيهم لأجع أستعملهم مرة تانية. هلا لا للهدر. صحيح. بنطر القالب لا يبرد شوي المزيج. اوكي. فكل ما اخذ بروده من القالب اللي كان بالثلاجه كل ما تماسك اكثر. صحيح. هلا رح فرجيكم كيف بدي زينه للقالب بطريقه كثير حلوه ومتطوره. يعني يلا يعني اذا عندي اذا عندي محل باتيسري او بالبيت مجرد ما حدا يشوفه رح ينجذب له. انا اوريدي منجذب واوريدي عم بيصير لعابي فخلصنا. يا هلا بشيل القالب بحطه على ايدي بهالطريقه وببلش استعمل الكوكونات الناعم داير من دار ما بكتر لاعطيه شكل بس تزيد له مثل حرف صغير. صحيح. من جوز الهند لنذكر بالطعمات اللي حطيناها داخل الكيك. صحيح. اللي كنا استخدمنا حليب جوز الهند بالاسفنج. صحيح. هلأ
منتهي بهيدي شيل بعزبك بهي شيف. حاضر. بس خليه السباتولا نحطه على هالصينيه. الله الله. ثانك يو. ابداع ابداع. ثانك يو. هلا المرحله الثانيه. ما بعتقد رح انطر للمرحله الثانيه. شكله رائع. رح نستعمل البرش الكوكونات. جوز الهند. جوز الهند الخشن. نعم. هالطريقه برجع وبضيف له باشن فروت. برجع بستفيد من المربى اللي انا عملته وباخذ البذر الحب. صحيح. وببلش تزيين ببعض الحب. صحيح. لإضافة لمسة جمالية. كفي كل المرحلة. سوري شيف. تفضل شيف. وهيدا قالب تاني حضرته. خطير الشيف. صحيح. كفي أنا شغل وأنت هلأ كفي شو في عندك. تمام. لكن نحن بتتذكروا حضرنا السمك وفتتناه بعد ما وتركناه يبرد. رح حضر هلأ الصلصة تبعت التاكوس. المكونات سهلة جدا رح تلاحظوها. لحضر هلأ نوع من الساور كريم، الكريمة اللي رح نحطها معه. فلبن الزبادي ولكن المخفف قليل الدسم. رح ضيف عليه مايونيز. المايونيز كمان قليل الدسم. يعني عم حاول تكون الطعمات خفيفة. بدي زد له بعدين عصير اللومي عصرتون. والقليل من الكزبرة. أنا بحب أنه يكون الكزبرة واضح، ما بحب أقطعه كتير لحتى لما نكون عم ناكل نشوف أوراق الكزبرة. فهاي عم بحط الكمية مع الخلطة تبعيتنا. ومنخلطهم. نخلطهم جيدا. هلأ صار عندي الأساس تبع الصلصة للتاكوس. شيف بدي عزبك شغلة صغيرة إذا بتريد. يا بلشنا طلبات. يا دايما ما هيك. التاكوس عادة مشريهم جاهزين. الرقائق التاكوس في عندي 8 حبات هوني. حطيتهم بصحن وغلفتهم بالكلينج فيلم بالنايلون. مش هتحفظ الرطوبة. حنسخنهم بالميكروويف. بدنا نحطهم بالميكروويف حوالي 30 أو 35 ثانية على القوة، على الطاقة المطلقة، يعني على أقصى درجة على الماكسيموم ليكون يسخنوا. فطالما هدوليك عم بيسخنوا أنا عندي صار لكن أساس الصلصة جاهزة. وكمان رح ضيف له الملفوف الأحمر. اخترت ملفوف الأحمر لنزيد كمان ألوان على الطبق تبعنا. أنا غسلتهم. ودائما بنصحكم للخضار تحاولوا تزيدوا قليل من الخل بوقت الغسل لحتى الميل الملفوف يستوي اسرع. لا لحتى لا نعقم. اوكي. للتعقيم. بس الخل كمان بخلي الخضره تستوي. اكيد ممكن يطريها شوي، ولكن الهدف من الخل مع الماء الغسيل هو لتعقيم. هي الخبز صار جاهز. اها تمام رائع. فيك تفتح لي النايلون اذا بتريد. بلشنا شغل. شو جايبينك هون الى تلعب؟ ايه جايبينك الى العمل. نعم. فرج العالم كيف تعمل جاتو. ايه ما فرجيتهم ما شاء الله عليك. وضل في حدا ما هلا رح ياكل الشاشه من بعد ما اللي شافوه. شكرا. لكن في طبق اللي بدنا نقدمه فيه. هاي طبقنا. بناخذ التاكل. هاي اول وحده. اول وحده. هلا رح تشوفوا انه رح نحطهم بالطبق ورح نزيد. رح نوزع كميه السمك يلي حضرناها. شوفوا الوصفة سهلة جدا ولذيذة، ورح تكون أكيد أحد خياراتكم لتحضيراتكم بالويك أند. القليل هوب 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 من الملفوف مع الصلصة تبعيتنا، وهي تقريبا انتهت. ولكن لما بدكم تقدموها ما بتقدموا وحدة بس، بدكم تضيفوا عدة حبات من التاكوس. بترفعوا وحدة بتحطوها هيك. هي ملقط. رائع شكرا. وهاي عم نضيف مرة تانية السمك. يعني الوصفة تبعيتك اليوم كتير سهلة. سهلة لأنه ويكند يا شيف. ما بدنا نقضي وقتنا بالمطبخ، بدنا نعمل شيء طيب وخفيف ولذيذ ونزيد طعمات
بالصيف خاصة، يعني هذه أحد الأكلات الصيفية كمان، فما بدنا كتير كتير نتعب فيها. من الأشياء يلي حابب ضيفها على الطعمات هاي هي كمان المانجو، يعني صلصة المانجو بتلاقوها جاهزة. فهاي صلصة المانجو بنضيف على التاكوز تبعولنا شوي. فهاي السمك، تذكروا السمك أضفنا له الكمون والفلفل، فأكيد الطعمات لذيذة وشهية القليل من وصفات سهلة وسريعة. اي فالصحن هيك بنقدمه بعدة حبات تاكوس لحتى الناس تنبسط أكثر. وهي القليل من صلصة المانجو بيعطيها حلاوة، يعني هذه مثل العرايس اللبني عنا الصبح. ايه تقريبا. واكيد نحن بطبق مكسيكي دائما بدنا نحط له يمكن شويه جواكامولي اذا بنحب الجواكامولي، والقليل من كمان الساور كريم يلي حضرناها. وهيدا اول طبق ورح نزيد بعد لحتى الشباب والصبايا كلهم ياكلوا عنا بالاستوديو. شكرا شيف. عفوا شيف. نروح لعند امين. شو رايك امين اليوم؟ ابداع اليوم. لا ابداع، يعني حتى واحد من اجل بيقول حاجه غير انه اطباق لذيذه جدا. اكيد. لكن نحن حضرنا لكم اليوم رحلتين استوائية، وواحدة منهم إلى شواطئ المكسيك مع طبق فكرة المانجو اليوم تاكوس، وحضرناها مع قليل من صلصة المانجو. فنتمنى لكم تجربوها هذه الوصفة لأنه فعلا لذيذة، ورح تكون إضافة إلى الأشياء اللي ممكن نعملها في نهاية الأسبوع للعائلة ولجميع الأصحاب. المانجو 100% يعطينا هكا نحسه صيف، يعني صيف للصيف إجازي. بدنا ندخل حالنا شوي ولو أنه موسم برد وشتاء وهذا، ولكن خلينا نتذكر شوي موسم الصيف. حلو. أنا هلأ قصيت القالب ونفرجيكم قص كيف. القالي. واو شيف، يعني الله. صراحة وين صحني أنا؟ وين صحن؟ وين صحن؟ أمين ما في صحون؟ هاي ظلمناك يا شيف. وهي الجاتو صار جاهز. نحن اليوم اللي حاولنا نعمله هو تزويج بعض الطعمات، طريقة حديثة لتزويج الطعمات، يعني مع الباشن فروت والجوز الهند دائما لما بدنا نزوج طعمات بدنا نلاقي يعني قاسم مشترك. صحيح. يعني لما بدنا نحط أكثر من عضو بطبق واحد بندور على قاسم مشترك. القاسم المشترك هون اللي موجود بين الجوز الهند و الباشن فروت هو نوع من طعم الورد المخفي بالطعمتين، ولكن بنفس الوقت بيلتقوا بطعمات، ولكن بيرجعوا بيفترقوا بطعمات تانية ليعطونا تشكيل طعمات تانية. رح اعمل شيء بالتين مع الرازبري بس كمان طعمتين مع بعضهم. يعني اللي بدنا نوضحه دائما نحن لما بنكون عم ناكل، في التلذذ هو من جهتين، عنا التلذذ اللي هو على اللسان، وكمان العطور اللي بتطلع على الانف نحن وعم ناكل، فبيكون عنا تزاوج وتكامل للطعمات من خلال الاكل والشم يلي بيطلع من داخل الفم. فبالتالي عم نزوج لكم طعمات وعم نختبر بتشكيلات جديده حديثه لنضيفها لمعلوماتكم الطعام، معلومات الطعام وثقافه الطعام. انا بعتبرها دائما ثقافي انه نثقف لساننا، وبالنهايه بنكون عم نثقف روحنا. صحيح. شكرا شكرا لكم شيف جوستاف وشيف نور، يعطيكم الف عافيه طبعا.